مرحبا بكم في برنامج ورشة عمل في موسمه الثاني، نبثه تحت عنوان تطوير الذات. أنا لبنى البوضة سأرافقكم مع ضيفي الدكتور معن القطامين وجمهورنا في الاستوديو، نتعرف في كل حلقة على طرق تطوير الذات في المجالات الشخصية والمهنية وحتى في حياتنا اليومية. أرحب بكم وأرحب بالدكتور معن، شكرا جزيلا لهذه المشاركة دكتور معن، وطبعا أرحب بالجمهور العزيز المتواجد معنا، أهلا وسهلا فيكم. حلقتنا اليوم سوف تركز بشكل رئيسي على موضوع تطوير الذات، كيف لي أن أكون شخص أفضل على المستوى المهني، المستوى الشخصي، وحتى ربما على المستوى الاجتماعي. نعم، مرحبا فيك لبنى، مرحبا في الجمهور اللي معنا في الاستوديو واللي خارج الاستوديو. تطوير الذات هو إحدى الأمور اللي لابد الإنسان يأخذها من صف أول ابتدائي، لكن للأسف بيمشي العمر وبكتشف بانه هذا هو يمكن اهم مهاره ما حد وقف يعلمه اياها. فهي من الاشكاليات اللي قاعدين بنواجهها اليوم، اغلب الاشخاص اللي حابين يطوروا حالهم ما بيعرفوا المفاتيح التطوير. وكل واحد فينا مهمته في الحياه انه ينتقل من حاله الى اخرى، هذا المسيره يعني. فاكد على كلامك انه واحده من المواضيع اللي كثير مهمه، واللي ان شاء الله خلال هذا البرنامج اللي راح يكون مجموعه من الحلقات راح نتناول المحاور واحد واحد، بحيث أن نوصل إلى المشاهدين الكرام شو هي مفاتيح تطوير الذات. طب دعنا نبدأ مع هذه المفاتيح الأساسية، ربما نستطيع أن نسرد تباعا أهم هذه المفاتيح، بحيث نستطيع كما ذكرت أن نحسن من أداء الشخصية التي يعني كما ذكرت أيضا أنه نحن دائما في سباق لتحسين نفسنا. نعم. إن كان ضمن العائلي، إن كان ضمن المجتمع نفسه، وإن كان حتى عمليا، يعني كل إنسان يسعى لأن يكون هو أفضل كل يوم، وكل شخص ما كان أحسن باليوم الذي تلاه معناته هو خسر يوم من عمره. نعم يا ستي، شوفي الموضوع بيبدأ غالبا بيبدأ من تحليل الذات. يعني الخطوة الأولى كل واحد بيقعد بينه وبين نفسه وبيقول طب مين أنا. في واحد بيحكي أنه رحلة الإنسان في الحياة هي العثور على ذاته، بينما في شخص آخر بيقول لا، هي ليست العثور على ذاته، هي صنع ذاته. إحنا ما بدور، أنا مش ضايع أدور على حالي، أنا بصنع ذاتي. فصنع الذات هي الرحلة. بنبدأ وين؟ بنبدأ عند تحليل الذات. نوقف بنقول مين أنا، شو بعمل، شو نقاط قوتي، شو نقاط ضعفي. كل واحد فينا عنده نقاط ضعف وكل واحد فينا عنده نقاط قوة. بعديها مباشرة بصير الواحد يفكر بينه وبين حاله ويقول طيب شو هي رؤيتي، شو هي رسالتي في الحياة، مين أنا، شو حاب أكون بعد 10 سنوات. الرؤية هي غالبا الشيء اللي أنت بدك تكونه بعد فترة من الزمن. وإحنا صغار كانوا يسألونا شو حاب تكون لما تكبر، الكل كان يقول لك بدي أصير اللي بيقول طيار واللي بيقول دكتور واللي هاي هي الرؤية، أو هذا هو بعض المرات بنقول حلم. الحلم بتحول إلى رؤية، بتحول إلى رسالة في الحياة، بتحول إلى منظومة قيمية. إذا حللنا الذات شفنا وين رايحين، بدينا بتحليل النقاط القوة والضعف. بعد ما نوصل إلى مرحلة القوة والضعف ببدأ مرحلة صنع الذات. بشغلة بسيطة، شو نقاط قوتي بحاول أني أوظفها لتحقيق أهدافي، وشو نقاط ضعفي بحاول أني يعني أحل مشاكلها. وضع الأهداف هي الخطوة اللي بعدي. كل واحد فينا لابد أنه يضع أهدافه في الحياة. استخدام البيرسون ديفلوبمنت بلان اللي هي خطة التطور الشخصي، في ناس كثير ما عندهم إياه، أغلب الناس ما عندهم إياه، أكثر من 99%. اسمح لي على نقطة، موضوع أنه أنا بدي أحط هدفي. نعم. ممكن كثير من المشاهدين يتساءلوا أنه هل أنا بقدر أصلاً أحط رؤيتي لبعدين شو بده يصير بعالم مثل العالم العربي، بالتالي قد إيه ممكن يكون هذا الشيء فعلاً نحن قادرين أنه نوضعه وعندنا ربما الأمل بأنه فعلاً يتحقق. طبعاً، سواء في العالم العربي ولا في العالم المش عربي. إذا ما كان القرآن الكريم بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، أما يمشي على وجهه يعني مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. سواء كنت في عالم عربي، أنا فاهم شو معنى عالم عربي إنه غير مستقر، سواء كنت في بيئة غير مستقرة أو في بيئة فرصك منا كمان متساوي بشكل عام، يعني إحنا ما عم نقول سر هون، وإنما هذا شيء حقيقي، يعني دائما فرص العمل إن كان
بشكل عام انه هي غير متساويه، حتى فرص التعليميه هي تعتبر مشقه، يعني هي ليست بالموضوع السهل. طبعا ما فيش شيء سهل، حتى الفقر في امريكا اكثر من بعض الدول العربيه، والفقر في اوروبا هي مشكله، البطاله في اوروبا موجوده، اسبانيا راح تنهار، في عندنا مجموعه من يعني كل واحد في اي مكان في العالم ممكن انه يجد نفسه في بيئه محظوظ يكون فيها او يجد نفسه في بيئه غير محظوظ يكون فيها، وذر كان يعني سواء كان في عالم عربي او في افريقيا او في الصين او في غيره. فالبيئه المحيطه هي جزء يعني واحده من الامور اللي راح نتكلم فيها، انه بعض الاحيان البيئه تكون دافعه، بعض الاحيان البيئه تكون بترجع لورا، بعض الاحيان البيئه تكون طارده، بعض المرات تكون جاذبه. بغض النظر عن كل هذا، إذا أنت سواء كنت في بيئة جيدة أو بيئة سيئة ما في لك حل إلا أنك تضع أهدافك. إذا أنا أتغاضى عن البيئة الموجود فيها وأضع طبعًا أهدافي طبعًا وأعمل لتحقيقها 100%، لأنه إذا بيقول البيئة شو تعمل، شو البديل؟ تقعد بدون أهداف؟ معناته بالعكس، كل ما صعبت الأمور كل ما صار في داعي أنك تشد على حالك. يعني إحنا في مثل بيقول كل إذا جار عليك الزمان بدك تجور على ذراعك لأنه ما في حل. فبالتالي البيئة ننساها شوي ونقول بدي أضع أهدافي. عملية تحقيق الأهداف الآن هي اللي ممكن تكون تشالنج، تحدي، لأنه في البيئة اللي بتكون غير مستقرة بتطلع لك مفاجآت كثيرة. مثلا اللي كان عنده أهداف حاطها بسنة 2008 أو قبل 2008 لما صار في أزمة مالية عالمية كل الناس غيرت من أهدافها. في دبي كان برضو في كرايسس، أزمة أخرى، برضو الناس عدلت من أهدافها لكن لم تلغي أهدافها. بعض الأحيان بتروح أنت بتغير الأولويات، فهي عبارة عن رحلة، رحلة ذكية لتحقيق الهدف. يعني أنا أضع هدفي الآن وأعمل حسب كيف تتغير البيئة حوالي، وحسب ذلك أقوم بتغيير أهدافي أو ربما وضع بطريقة تكون مناسبة. صح. طبعا دكتور، نحن لدينا دائما فيلم تسجيلي نعرضه في كل حلقة ونناقشه مع الجمهور، لنأخذ بعض دقائق لنشاهد هذا الفيلم الذي يشرح أساسيات التطوير الشخصي ثم نتابع الحوار. لا يا حنان، أنا شايف إنك أنت لازم تساعديها إنها تكتشف نفسها. أنا تصرفت، وبصراحة بقى النهاردة هتكتشف نفسها على حقيقتها. اتفضلوا. مش لازم تساعدوني يا جماعة، يا دنيا ما تحللي نفسك بنفسك، إحنا داخلنا إيه؟ وبعدين اسألينا وهنقولك. طيب أنا هسألكم، تفتكروا أنا بساعد الآخرين؟ أبداً. طب بلاش دي، تفتكروا أنا برفض النقد البناء؟ يوه، دايماً. في ثلاث أنواع من الناس يا أستاذ إيهاب. ايه هما بقى؟ في ناس مغرورة بنفسها، شايفة ان كل حاجة فيها كويسة، وده نوع تقبل الذات؟ لا، ده غرور مش مبني على صدق مع النفس، دي مبالغة في تقدير النفس. يبقى بيحب نفسه بقى؟ حب مرضي، بيزيد من شأنه وبيقلل من شأن الآخرين. والله يا دنيا انا مش عارفة انت بتحللي نفسك ليه. يا بنتي قلديني وانت تبقي كويسة. مغرورة يا هبة؟ تفتكروا انا مغروره كتير؟ يوه ما تعديش. ايوه، يعني حوالي كم من عشرة؟ عشرة من عشرة. والنوع التاني؟ النوع التاني من الناس بيكون ما عندوش ثقه في نفسه وبيشك في كل قدراته، وده يبقى شخصيته مهزوزه. بالظبط، النوع ده ما بيتقبلش ذاته ونفسه غير كل حاجه فيها، حتى الحاجات الحلوه اللي عنده برضه بيبقى عايز يغيرها. هبة انت مش ملاحظة انك مزوداها شوية؟ من فضلك كفاية وساعديني. انا مزوداها يا دنيا؟ انت بتحرجيني وكمان عاوزانا ساعدك؟ انت غريبة. طيب خلاص ما تزعليش. تفتكروا انا بقبل النقد البناء؟ بصراحة يا دنيا عشرة من عشرة، يعني انت ما بتقبليش النقد البناء ابدا. والنوع التالت؟ ده بيبقى متوازن، بيبقى عارف ايه قوته وايه ضعفه، وبيحاول يغير الضعف ويحافظ على القوة. وهو ده اللي احنا عايزينه. النوع ده بيبقى في حالة سلام مع نفسه وبيحب نفسه، بس مش حب مرضي، حب صحي. يا هبة، يا هبة انت ليه مش عايزة تساعديني؟ ليه مش قادرة تتغيري؟ ما نفسكيش تبقي واحدة من الفريق بتاعنا؟ اتغير يا بنتي، الا انت ولا عشرة زيك يقدروا يغيروني اصلا. طيب يا هبة، بس انا عايزة اسألكوا على حاجة مهمة. في حد فيكم في يوم من الايام جه قال لي على اي حاجة بتضايقه مني وانا ما غيرتهاش؟ كتير، عشرة من عشرة. أصل بصراحة في شوية تناحة كده. طب إزاي الواحد ممكن يتقبل نفسه؟ تقبل الذات يبتدي بالصدق مع النفس. وبعدين الواحد لازم يعرف نفسه كويس، قوته، ضعفه، دوافعه. شفتي يا دنيا؟ أهو مش أنا اللي بقول، زملائك هم اللي بيقولوا إنك تنحى. خلاص أوكي، وأنا بحترم رأيكم ده،
بس اخر سؤال، تفتكروا انا بحترم راي الاخرين وبقدرهم؟ بفضلكم خليكم معايا فير. بصراحه يا دنيا بعد اللي شفته وسمعته 10 من 10. وبرضه يحاسب نفسه طبعا من خلال محاسبه النفس يقدر يغير الحاجات اللي مش راضي عنها. صور ان في ناس راضيين عن نفسهم رغم ان وضعهم اقل من العادي. ده من الايمان، لما تؤمن بقدرك وتقدر انجازاتك وتعمل اللي عليك اكيد هتنام وانت راضي. استاذ ايهاب ده استبيان عن راينا كلنا في هبه. ايه ده، هي عرفت؟ عيب. اذا الفقرة عرضت ثلاث شخصيات مختلفة، الشخصية التي بتقدر نفسها اكثر من ما تستحق، اللي بيلاقي حاله اقل مما هو عليه، والشخص المتوازن. طب نحن نناقش الان موضوع انه انا بطور ذاتي، طب ما الطبع غلب التطبع، بالتالي قد ايه انت عندك مرجل لانك انت تحسن من ذاتك وتعمل على هاي النوعيات المختلفة؟ والله انا بشك في الامثال. بعض الامثال ما بتكونش مضبوطة، يعني طبعا غلب التطبع معناته ما حدش يطلع من دار اهله. لا، انما العلم بالتعلم. وعم بتكلم عن علم. والحلم بالتعلم. فالامور فيها نوع من يعني فيها نوع من الانسان لازم يدير حياته. دكتور، يقال انه دائما نجاحك 30% حظك و70% العمل. بعد قليل سنعود ونكون مع اللي معنا بالاستوديو اليوم نناقشهم اكثر عن هذا الموضوع ونشوف قد ايه لعب الحظ والعمل بحياتكم. اذا الى فاصل قصير. اذا اعود اليك دكتور، وشخصيات ثلاثه عرضتها الدراما. دعنا نتحدث عن كل شخصية على حدة. نعم. شخصية التي وربما هاي يعني نتعرض لها بالحياة اليومية كثيرا، الشخصية اللي دائما بتقدر نفسها أكثر ما هي بتستاهل. نعم. إذا أنا كانت عندي هذه الشخصية، كيف لي أن أعمل على شخصيتي حتى أحسن منها بحيث أني أنا ما أكون مزعج للآخرين وما ضر حالي؟ أنا بحب الشعر. الشعر بيقول ملأ السنابل ينحنين تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. في ناس كثير شايف حاله زيادة عن اللزوم، وهذا بضر حاله قبل ما يضر الآخرين، لأنه إذا واحد الكبر رداء لله سبحانه وتعالى. ما في حدا يعني الله قال خذوا كل شيء بس ما حدا يتكبر، الكبرياء. فاللي بتكبر وشوف حاله على العالم هذا بيكون عنده مشكلة. طب أنا إذا عندي هذا المرض أو أي شخص عنده هذا المرض كيف يستطيع أن يتخلص منه؟ هذا بروح على دكتور نفسي. طبعا انت ما استفدنا شيء، ما في تطوير ذات بهذا الموضوع. لا في طبعا، بس احنا بنقول له هذا حاله، بس معلومه انه روح دكتور نفسي معلومه مهمه، بده اعطيه تليفون كذا بعطيه مثلا. بس بدايه احنا بنيجي بنحكي الصراحه والصدق مع الذات. يعني خلاصه الموضوع لما الانسان يقيم حاله بيبدا يعني يقعد مع حاله هيك ويشوف. اولا اخطر شيء تقارن نفسك مع الاخرين، من اخطر ما يمكن. بس هذه شغله انسانيه انت ما بتقدر انك ما تعملها. صحيح، ما هي ما بتقدر ما تعملها، بس هي خطيره. ليش؟ لانه لما تقارن نفسك مع الاخرين انت ما بتعرف شو الاخرين وراهم، انت ما بتعرف شو ظروفهم اللي صنعتهم، سواء كانوا اعلى منك او اقل منك. المقارنه الصحيحه انك تقارن نفسك مع مقدراتك، مع امكانياتك. انا ما بحكي نظري، انا بحكي علم وبحكي من تجربه. كل اللي بحكيه أنا طبقته على ذاتي قبل ما أطبقه أو قبل ما أدرسه. كل جملة بحكيها أنا مطبقها، من تحليل الذات إلى البيرسونال ديفلوبمنت بلان إلى الجول سيتنج إلى تحقيق الأهداف، كله أنا مار فيه وشفت آخرين استفادوا منه سواء مني أو من غيري. فالشخصيات اللي في الحلقة اللي تكلمنا عنها، الشخصية الأولى هو شايف حاله زيادة عن اللزوم، هذا بيسيء لنفسه قبل ما يسيء لأي واحد ثاني، لأنه مجرد هو شايف حاله بيرفكت ما راح يحس شيء وما راح يتعلم شيء وما راح يتعلم. واللي شايف حاله اقل كمان بضر حاله، واللي شايف حاله اقل هذا بيعمل جريمه في حق ذاته. صحيح، لانه في حق ذاته يعني هم الاثنين بيسيئوا لانفسهم قبل ما يسيئوا للاخرين. هذاك ممكن يضايقك وهذا بتحزن عليه، هذا انسان مسكين وشو مسكنك، ليش انت اقل من الاخرين؟ فهذا التوازن. طبعا في قصص، يعني ليش بقول لك طبيب نفسي؟ لانه حتى توصل الى هاي المرحله من الكبر
او هاي المرحله من الدوليه لازم يكون في شيء غلط. بيكون في شيء غلط في تاريخك. طب دكتور دعنا نشرك الجمهور، نتحدث قليلا ربما عن هذه الشخصيات الثلاثه. خلونا نكون هيك شوي صريحين. تفضل. معكم عبد العزيز، مرحبا دكتور معن. انا بس حابب اركز على موضوع المجتمع ودوره في هدم الذات او بناء. فالموضوع دائما نحن مركز على الفرد انه كيف هو يبني ذاته وكيف يطور ذاته، ولكن فعلا يعني في خصوصا بعد الامور الموجوده في الوطن العربي والامور الثانيه الربيع العربي وامور ثانيه، ففي بيئات صارت غير قادره انه تنمي الانسان، او انه غير قادر الانسان هو يبني حاله فيه. او ناخذ بالحاله المطلقه العاديه، مثلا في مجتمعات دائما بقول لك الشجره المثمره ترمى بالحجر، فاغلب الاحيان بتلاقي اي شخص طلع او حاب يطور ذاته فالمجتمع هو نفسه بيحاول يقلل من قيمته او يقلل من قدره. يعني فنحن دائما نتوجه للفرد في عمل تطوير ذاته، طب ليش ما نتوجه للمجتمع؟ يعني انا برجع مره ثانيه بحكي، ما بعرف ليش المؤسسات العامه بشكل عام في العالم العربي صرنا عايدين الكلام هذا ألف مره، يعني ليش ما يأخذوا فيه؟ ما بعرف، وما بهمني، أنا بهمني الفرد، لأنه عشان ما أنظرش. وفي النهاية بسمعك ما بطبقش، بروح بعمل مؤتمر بناقش القضية، بطلع من المؤتمر برجع كمان بعمل كمان مؤتمر وانتهى الموضوع. في النهاية مين المتضرر؟ الفرد، صح؟ فإحنا أنا دوري، هلا في ناس آخرين أتمنى يكون دورهم إنهم يبنوا المؤسسات، أنا دوري الفرد، فبتمنى أوصل للفرد. هل الفرد إذا وصل إلى مركز قرار ممكن يعمل، لكن مسؤوليتي تتوقف عند أنه أحكي وجهة نظري، وأي إعلام في العالم بيحكي وجهة نظره، بسمع متخذ قرار ممكن يأخذ فيه، ما بسمع ما بأخذ فيه. نظرتك الإيجابية أو السلبية للأمور تحكم تصرفاتك، ما هو السلوك مصدره شو؟ الأفكار، يعني الأمور مترابطة. كيف ممكن كمان هذا الشيء أثر على ردة فعلك؟ يعني لما أنت بتكون إيجابي ومتقبل، ردة فعلك دائما بتكون ربما أهون بكثير من لما بتكون أنت عندك هذه السلبية وتوقع سيء وتوقع الشيء الغير إيجابي، بتكون بالتالي ردة فعلك دائما سلبية وتؤثر على ما سيحدث بعد ذلك. طبعا أغلب الفاشلين في الحياة متشائمين وسلبيين، وأغلب الناجحين متفائلين وإيجابيين، هاي حقائق علمية. إذا بتوصل لمرحلة من برمجة الذات بحيث أي حدث يصير معك تشوفي جانبه الإيجابي بظلك دائما مستمرة. النجاح بيولد نجاح، الفشل بيولد فشل، هذه قواعد عامة معروفة. إذا أنت نجحتي، الطفل لما نربيه كيف نربيه؟ بنحاول أن نشجعه يعمل نجاحات صغيرة، وإذا فشل بنحاول أن نقومه، صح؟ إذا بتوصل إلى مرحلة تبرمجي نفسك، وهي البرمجة، إنه أي شيء بصير معك هو عبارة عن إيجابي، ننظر له من معناه بظلك مستمر، فبالتالي ستجتذب الأمور الإيجابية لحياتك وستحقق أهدافك، لأنه الاستمرارية وحدها هي كفيلة بأنك تنجح. أما التوقف شو راح يجيب لك؟ واحد قاعد بالدار شو راح يجي؟ في واحد بيحكي كلمة كثير مهمة، بيقول إذا لم يطرق الحظ بابك اصنع بابا. يعني شو معنى اصنع بابا؟ طب واللي مضيع عنوان الحظ شو بس فيه؟ اللي مضيع عنوانه الحظ يجي عندي انا طب لدينا سؤال من الجمهور، تفضل عرف عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، مأمون دروس، مساء الخير دكتور، شكرا على هالورشه الرائعه صراحه. دكتور يعني بناء على خلفيتنا في العمل مع الشباب، بنلاحظ انه كثير من الشباب الخريجين او المقبلين او في بدايه مسيرتهم المهنيه بكون عنده دافع وحاط اهداف وراسم رؤيه واضحه. طبعا بتطلع العوائق، سواء العوائق الاقتصاديه او الماليه نوعا ما العائليه، وطبعا الحافز طبعا شبه يعني بيكون قليل او معدوم. فبتلاحظ شخصيه هذا الشاب بتخلى عن هذا الهدف او الرؤيه والدافع اللي كان داخلي، يعني من خلال هذه المشاكل او هذه العوائق بتخلى عنه، فيعني بتوقع انه بخسر نوعا ما من ذاته او من شخصيته. فشو المفتاح اللي خلينا نقول ممكن انت تعطينا اياه اليوم، انه بحيث هذا الشاب او هذا المقبل على العمل ما يتخلى عن هذا الهدف ويقاوم هذا، يعني يقاوم قله الحوافز ويطور الدافع في مجابهه هذه العوائق؟ شكرا. اشكرك. انا ما راح اعطيك اليوم ولا شيء، انا راح اعطيك اليوم
نبذة عن كل المفاتيح، لأنه هي إحنا الحلقات الجاية راح نتكلم عن الإيجابية بإشهاب بتفاصيل طبعا، وراح نتكلم عن تحفيز ذاتك بإشهاب. بس بنعطي شوية معلومة مشان نشجع الواحد يحضر الحلقة. في واحد اسمه إمرسون شاعر بيقول المفلس هو من فقد حماسه. هذا الإنسان المفلس في الحياة. يعني شو بتقدر تسوي لواحد متحمس طول الوقت؟ شو بتقدر تعمل له؟ شو بتقدر تسوي؟ واحد هذا بنقول عنه يعني بيحاول كثير، صح؟ في النهاية شو تتوقع له؟ بتنجح. ما فيش حل يعني. ما في حل. لأنه الحياة، اقرأ قصيدة أبو القاسم الشابي اللي هي بيقول لك إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد، ما في مش إنه يعني فلا بد. لذلك اللي أنا بقوله كيف الواحد يحفز من حاله؟ يحفز من حاله بأنه لازم يدرك بأنه اللحظة هذه اللي هو عايش فيها حتمشي، سواء حلوة ولا مرة حتمشي، الزمن ماشي. في حكيم جاله واحد قال له أنا مهموم، قال له طيب أنا عندي الحل السحري، زي ما أنت بدك المفتاح السحري، قال له أنا عندي الحل السحري، أنت مهموم؟ قال له أنا الهموم معبيتني. قال طب بدي أسألك سؤالين، هذا الهم اللي انت حامله انولد معك؟ قالوا لا. قالوا لما تموت هيروح معك؟ قالوا لا. قال طب شو يعني؟ مش important. لازم الواحد يفصل عن اللحظة. كل الناس اللي نجحوا سبحان الله يعني أغلبهم ما إذا بتقرأ تاريخهم بتلاقي أنه تاريخهم عبارة عن سلسلة من الفشل، وهذول عظماء يعني مش أشخاص عاديين. فاللي أنا بقوله للشباب اللي بده يحقق أهدافه في الحياة إنه لما تحاول أول مرة وتفشل، اليابانيين بيقولوا حاول 7 مرات أوقع 7 مرات وانهض في الشغلة الواحدة، معك 7 مرات توقع فيها. في عندنا ناس أول ما يصير معه أول بقعد بحط باكيت الدخان بشد على الربابة وبصير أقول لك الحظ والعالة والدنيا ما إيش راح يفيدك. فاللي أنا بقوله العناد حلو، عاند الحياة، بدك تكون عنيد. مش أهلك مثلا، مش مرتك. لا مش مرتك، أنا ما لي علاقة بمرتك. عاند الحياة، أنت حر أنت ومرتك. سؤال ثاني دكتور، تعقيبا على الإيجابية، بعض الأحيان شخص بيكون عنده طموح بيوصل للقمة طبعا طموحه، بيجي الإحباط من المجتمع اللي حواليه، فشو بيعمل بهالحالة؟ حلو جدا. أصلا وظيفة المجتمع بشكل عام يحبطك. لا صراحة وأعطيك مثال، ليش في إشي اسمه الثقافة. شو هي الثقافة؟ أنا لما أدرس موضوع الثقافة المؤسسية بنعطي مثال بسيط. الثقافة أولا كل ما اتفق عليه من مجموعة من الأشخاص اتفق عليه أنه أوكي فهو أوكي. يعني بتروح على إفريقيا بتلاقيهم بيأكلوا بعض الأماكن القبائل بيأكلوا بشر متفق عليه، هاي ثقافة ما بتقدر تقول مش كويس. في الثقافة الإسلامية مثلا احنا عندنا شعائر معينة متفق عليه، في الثقافة المسيحية في شعائر معينة متفق عليه، في الصين في ثقافة متفق عليه، وهكذا. فكل واحد عنده ثقافة. شو معنى ثقافة؟ متفق عليه، حلو. فإذا لازم الكل يكون ماشي بنفس السوية تقريبا. بستغرب أي مجتمع عندنا، أي مجتمع بستغرب لما يطلع واحد هيك مغرد خارج السرب، بستغرب. فبشكل عام ويحارب دائما. بالضبط. بشكل عام احنا بنحاول نشجع الإبداع، صح؟ شو الإبداع؟ الإبداع هو الإتيان بجديد. طيب كيف أنا بدي أأتي بجديد وبنفس اللحظة الجديد هو غير مألوف؟ فدائما المبدعين على قصة الرسام اللي بيقول بيصير رسام، بقول له شو هذا يعني؟ كيف يعني يصير رسام؟ فالمجتمع بشكل عام بدك تنظري لهذا الموضوع، سواء المجتمع والمحيطين فيك، مش انهم بيكرهوك بقدر ما انه يمكن نوع من الحرص على انه ما حدش يطلع برا المنظومه. فاذا بدك تحققي اهدافك بدك تحاولي انك تكوني طبعا اكيد انت ذكيه، تديري الموضوع بذكاء شوي شوي وتفهمي انه هذا الاحباط اللي من حولك هو مش انت المقصوده فيه كشخص، هم بيحبطوا بعض لحالهم. اذا انت ايجابي وقاعد مع واحد سلبي شوي 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 بتلاقي انه الامور صارت كلاشينج، يعني في فريكشن.
بتلاقي صعوبة في إنك تفكر لأنك قاعد بتدافع عن أفكارك، وهو بقول لك لا مش راح يصير، والله بدي أنا إكسبو 2020، لا ما في إكسبو ولا 2020 ولا راح يصير، لا ما قالوا إنه في 25 مليون جايين على دبي ولا راح يجي على دبي، كل ببلش يحبطك، شو بدي فيه أنا؟ كلام سليم، أحط نفسك في الناجحين والإيجابيين. نعم طبعا أنا خلص وقتي، ولكن هذا الحوار الشيق لم ينتهي دكتور معا، طبعا سيكون لنا مواعيد قادمة نتحدث فيها أكثر عن هذا الموضوع. يمكنكم مشاهدة الحلقة على موقعنا www.cmcarabia.com ومراسلتنا على العنوان التالي workshop@cmcarabia.com. شكرا جزيلا لك دكتور، وشكرا لوجودكم معنا، والشكر طبعا متواصل لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. دوما إلى اللقاء. We'll be right back.